في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كنقضي معظم الوقت مع العائلة بمشاهدة الأفلام الوثائقية والالتزام بالتمارين الرياضية المنزلية، وكنتواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر تقنية الفيديو الجماعية، وكنحاول نتعلم شي حويجات اللي ما كانش عندي الوقت شحال هادي باش نتعلم، وكنحاول نتعلمهم في الدرقية هادي. أفضل ذكرى هي صعود الفريق قسم الوطني الأول سنة 2005 وتتويج الفريق بلقب كأس العرش سنة 2013. فبالنسبة لي أفضل ذكرى خصوصا أنني كنت أول عميد في تاريخ الفريق كيحمل هذا الكأس الغالي. بالنسبة لأسوأ ذكرى هي فسخ العقد ديالي مع فريق ديالي الأم، واللي كان أنا ذاك بطريقة غير احترافية. بطبيعة الحال تقريبا قضيت 16 سنة مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، واللي كان اعتبرها ناجحة بجميع المقاييس، خصوصا أنني صعدت مع الفريق قسم الوطني الأول وتوجت مع الفريق بأول لقب في التاريخ ديالو. فبالنسبة لي مسار ناجح الحمد لله راضي عليه. السر في ذلك هو أنني كنت كنحس براسي مرتاح داخل رقعة الملعب ولا خارج رقعة الملعب، يعني الحب ديال الجمهور، حب ديال الناس، واللي خلاني نبقى هذه المدة طويلة مع فريق الدفاع الحسني الجديد. بطبيعة الحال كان عندي عدة عروض داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. أبرز العروض كان عندي عرض ديال فريق الوداد البيضاوي وعرض ديال الرجاء البيضاوي، وكان عندي عرض آخر من فريق ماريشيمو البرتغالي. الحمد لله ما كتبش لي نلتحق بهذه الفرق، وانا ما ندمش على المسار ديالي مع فريق الدفاع الحسني الجديد. ما يمكنش لي نوصف لك، نعطي الرضا حقه وخا نبغي نوصفه ما غاديش نقدر. فرضا الرياحي انا بالنسبه لي كيبقى احسن لاعب داز في فريق الدفاع الحسني الجديد، ومن بين احسن اللاعبين اللي مروا في تاريخ البطوله الوطنيه. فاي واحد كان كيتمنى يلعب مع رضا الرياحي، خصوصا الطريقه اللي كان كيلعب بها، كانت عنده واحد الشخصيه داخل رقعه الملعب، يعني كان فنان. كان اي واحد، اي لاعب كان انا ذاك كان كيتمنى يلعب مع رضا الرياحي، والحمد لله كتب لينا اننا لعبنا معاه، وكان شرف كبير لينا اننا نلعب معاه بالجانب ديالو. بطبيعة الحال انا كل مره فاش كتاح لي الفرصه انني نمشي ندوز ديبلوم ديال التدريب كنمشي ندوزو. الحمد لله النهار غادي نتمكن وتكون عندي مجموعه ديال الدبلومات، ونكون يعني تكون الظروف مواتيه باش ديال العمل. ان شاء الله نحاول نلتحق بالفريق ديالي ونعطي الاضافه، لما لا نعطي اضافه للفريق ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعني مسيره موفقه للفريق ديالي، وكنتمنى لجميع المغاربه عيد مبارك سعيد ان شاء الله، والله يدخل عليكم الصحه والسلامه وكل ما تمنيتوه ان شاء الله. Wah 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 wah.